بص تعال نروح عند الأمن هنلاقي بابا. بس ما تعيطش ماما، ما تعيطش. انت واخده الولد ورايحه على فين يا انسة؟ انا هسلمه على البوابه. هتسلمي على البوابه ولا خطف الولد؟ ولد ايه اللي اخطفه؟ انا لقيته لوحده بيعيط. حضرتك ومامته كنتوا فين؟ وانت مالك؟ مال ازاي؟ الولد كان مفلوق من العياط وما كانش في حد جنبه. الحمد لله يا باشا، البيه الصغير بخير. وبعدين دي الأنسة نور شغاله معانا هنا، حصل خير يا باشا؟ لا ما حصلش خير. انا عايز اعرف الاول، انت كنت خاطفه الولد وراح بيه على فين؟ اروح بيه فين يعني؟ انا كنت هسيبه على البوابه. شوف الولد يا هانم، لا تكون عملت فيه حاجه. هعمل في الولد ايه بس؟ انت السبب يا هانم، مش عارفه تاخدي بالك بالولد. تعالي هنا، رايحه فين؟ ايدك انت مجنونه. انت عارفه انا مين؟ انا اسعد منصور. فاهمه يعني ايه؟ انا هدفعك الثمن غالي. We'll be right back.
أوامر سيادتك يا فندم. سليم طلعت معروف عندنا بالكود 725. آخر عملية عملها نجحت بشكل كبير لدرجة إن جهاز المخابرات اللي كانت العملية ضده قرر تصفية عيلته. ولأن سليم ما عندوش ولاد ولا متجوز، فالتصفية دي توجهت لشخص بنت أخوه نورهان محمود طلعت، وهي دي الهدف بتاعك وللمطلوب تأمينه بشكل سريع. طمن سيادتك. وكل التفاصيل المطلوب منك تعرفها موجودة جوه دوسيه العملية. تدرس القصر بكل مداخله ومخارجه، تسد كل الثغرات، وخصوصا السور اللي بين القصر والفيلا اللي جنبه، لأن تأمين السور ضعيف جدا وممكن يستخدم لتنفيذ أي هجوم. تمام سيادتك فن. بعد إذنك. شريف فن، بكرة الصبح تكون أمنت المكان بالكامل. تمام سيادتك فن. ايه يا عم ده كله؟ مأمورية مهمة آخر حاجة. طب حلو، المأمورات دي في آخرها يا ترقية يا مكافأة على الأقل. ايه مزعل نفسك قوي ليه كده يعني؟ عارف يا فتحي، طول ما نزلك موجودين ما في عمليات هتنجح ولا هنشوف من وراها حاجة. يا ابني المحظوظة، هي دي المأمورات ولا بلاش؟ اتلم يا فتحي اتلم. وبعدين انت هتبقى معايا في المأمورية دي، فمفيش داعي بقى نبتديها كده من الأول. ماشي؟ اوكي، ما دام معاك في المأمورية هتلم طبعا. قولي بقى، البرنسيس عارفة الموضوع ولا لسه؟ لا لسه. حلو، وهنبدأ امتى ان شاء الله؟ النهارده اول ما اخلص الملف ده على طول. روح انت يلا جهز الناس. ما تيلا يا فتحي. ايه ده؟ ده هتتأمر من اولها؟ ماشي يا سيدي، هروح اجهز الناس تحت امرك. اعمل حسابك معايا على الغدا. ها ماشي، بس ما تسترخصش. اوكي. نورهان محمود طلعت 26 سنة حسباء، تعمل مدربة ايروبكس بأحد النوادي بالإضافة إلى عملها بملجأ السلام للأيتام. تم فسخ خطوبتها خلال السنة الماضية. معظم تعاملاتها مع نفس الأشخاص والأماكن، ولا تحب التغيير حتى بأبسط الأشياء. أصدقائها محدودين للغاية، ومعظم علاقتها عادية وهادئة، إلا من مشادة عابرة حدثت بينها وبين أحد أعضاء النادي. تعيش وحيدة بقصر ورثته عن والدها المتوفي منذ 7 سنوات، ووالدتها من أصل لبناني، وتوفت بعد الوالد بعام واحد، ولم يكن لها إخوة. تحت ضغط الظروف المادية اضطرت إلى الاستغناء عن جميع العاملين بالقصر حتى الغفير. القصر غير مؤمن نهائيا، وجميع مداخله ومخارجه غير صالحة من الناحية الأمنية. تقضي معظم وقتها بالقصر، مما يجعلها هدفا سهلا لأي عملية إرهابية محتملة.
وشي 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 وشي. سعيد بتشدوا الاجزاء ليه يا جماعه؟ مجال السعيد وانا مستسلم لكم اهو. مسدس ميه؟ والله يا باشا ناشف، ما فيهوش غير النقطه اللي رشيتها عليا دي. ايه بقى الحكايه بالظبط؟ انتوا مين الاول؟ وفي ايه؟ نعرف حكايه سعيد الاول؟ ما فيش لا حكايه ولا حاجه يا كابتن. ده سعيد ابن عم حسين البواب القديم بتاعنا. والله يا باشا ابن البواب القديم بتاعه. وانا كنت متفقه معاه يبقى يطل عليا كل فتره. ربنا يسترك يا ست هاني. يطل عليك بمسدس ويخبي وشه وانت تستقبليه بندقيه صيد. وضرب النار ده ايه بقى؟ بتحيوا بعض؟ انا اصلي كنت متوتره شويه اليومين دول، عشان كده حسيت ان في حد غريب دخل القصر. الموضوع ابسط من كده سيادتك. الافندي ده عاطل وقرر فجاه انه يبقى حرامي، وطبعا اول ما كان قرر ان هو يسرق المكان اللي هو عارفه كويس، والظاهر انه ما كانش عارف انك مش خارجه النهارده، ويمكن سيادتك كنت خارجه وغيرت رايك. اللهم صل على النبي، ده حضرتك لماح لماحه يا باشا، هو ده بالظبط. خلاص يا حبيبي. بس والله العظيم انا اول مره اعمل كده. خلاص انا لولا الظروف يا باشا. خلاص يا حبيبي، انت هتحكي لنا مسلسل اصلا. اتصل بالبوليس خليهم ياخدوا الرد على اسم. يلا بوليس. ما حضرتك كله بهوات ايه؟ مطافي ولا انسه نورهان؟ ممكن اتكلم مع سيادتك في المكتب شويه بعد اذنك؟ اتفضل. اتفضل. طالما مش بوليس ولا مطافي يبقى اكيد دول بتوع البلديه. انكل سليم طول عمره رجل اعمال وعمره ما اتكلم عن حكايه زي دي. انسه نورهان، الامور دي سيادتك بتدور في سريه تامه، محدش بياخد بيها خبر. عموما ده موضوع ما يخصناش، اللي يخصنا دلوقتي ان احنا عندنا اوامر بتامين سيادتك. وزرفت؟ شوف سيادتك، احنا مش هنسبب لك اي مضايقه، بالعكس احنا هنوفر لك تامين كامل، خصوصا انك قاعده في قصر طويل عريض لوحدك، وواضح انه مفيش قدره على توظيف سيكيورتي او غفير على الباب. يعني مرتبك يا دوب على قد، والوديعه سيادتك بقالك سنين مش عايزه ترفضها. ايه ده؟ انت عرفت الكلام ده كله منين؟ شغلنا سيادتك. والحراسه دي يعني هتبقى ازاي يعني؟ يعني زي حراسة الشخصيات المهمة، مسألة مش مضرة خالص. بالعكس، دي مسألة شكلها حلوة قوي. طيب هتجهزينا سيادتك جدول بتحركاتك خلال أسبوع، وأي حاجة تانية غير كده هتبلغينا قبلها بوقت كافي علشان نقدر نعمل حسابنا. في معانا عاطف السواق مدرب على القيادة للشخصيات المهمة، هتدي سيادتك نسخة مفاتيح عربيتك عشان هنا ورايحة ولا هيسألك. أوكي. هتكلمي مين؟ هكلم عمي. ما ينفعش سيادتك، لازم احنا نأمن المكالمة الأول بطريقتنا، هنبقى نخليه يكلم سيادتك بعدين. سيادتك ما ينفعش تكلمي دلوقتي. هكلم أنكل مراد زيادة في الداخلية. طب ثواني يا فندم. سيد واحد حراسات شريف سيادتك من موقع 36. أيوه أنا معاك يا شريف، ابدأ الإشارة. تمام سيادتك يا فندم، تم السيطرة على الموقف وشرح الموضوع للهدف المرغوب تأمينه. لكن هي مصرة تكلم مراد باشا سيادتك في الداخلية. تمام سيادتك يا فندم، اتفضل يا فندم. هو الهدف المرغوب تأمينه ده يبقى أنا؟ لا مؤاخذة يا فندم، أيوه. ادخل يا عاطف. القسم بعت الدورية المتنقلة يا فندم عشان تاخد الواد اللي بره ده. طيب أنا جاي. بعد إذن سيادتك يا فندم. يا كابتن. اسمي شريف. لو سمحت، بلاش موضوع الاسم ده. أنا متأكدة إن سعيد كان مضطر، بعدين أهله دول ناس طيبين جدا، أنا عارفاهم كويس. ماشي، حاضر. ميرسي. أفلسع أنا بقى يا باشا. يلا، ما أشوفش وشك هنا تاني، يلا. شكرا يا باشا، السلام عليكم يا باشا. السلام عليكم يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. سنور. الأنسة نورهان. أهلا وسهلا. الهدف المرغوب تأمينه. ما شاء الله، حضرتك معانا على الخط ولا إيه؟ النقيب فتحي هيكون معانا هنا ومسؤوليته تأمين الفيلا سواء سيادتك فيها أو برا. أهلا يا كابتن. كابتن؟ كابتن ده إيه ده؟ ما هي مش مقتنعة إن إحنا ظباط تقريبا. اللي هي شكلنا مدربين كروكيه ولا إيه؟ خلاص يا فتحي بيه مش مشكلة. لا ما ينفعش برضه يا شريف. ما فتحي بيه مش مشكلة. لا في حاجات. أنا آسفة. بابا كان بيقول كده على الظباط. أنا ما قصدتش. واضح إن الموضوع قديم قوي. المهم سيادتك كلمتي مراد باشا؟ كلمته. كويس.
وقال لك ايه؟ مفيش داعي بقى. نعم لحسن تزعل. ازعل؟ ازعل ليه؟ هو سيادته قال لك ايه بالظبط؟ لا هو قال لي الناس دي جايين علشان يدلعوكي، وحد يلاقي دلع وما يدلعش. تمام سيادة. النادي طبعا. فتحي بيه احنا في النادي. اوكي. اتفضلي سيادتك يا فندم. اتفضل ازاي؟ عادي. مش عادي، انا اركب كده ازاي؟ ده عشان دماغك سيادتك ما تستخدمش هنا. انت شايفني عبيطة؟ ما انا شايفة. عبيطة؟ اتفضلي سيادتك. يوووو. 36 تحرك، 36 تحرك. فين العربية اللي الناس بيحرسوها دي؟ هي في الميدان، هم من الميدان. مع سيادتك يا فندم. مع ستي على فين؟ ما ينفعش، ما انا لازم امن كل مكان لسيادتك. اللي ما ينفعش انك تدخل هنا. طيب سيادتك هتقعدي قد ايه جوه؟ يوه انتظر سيادتك يا فندم. لو سمحت يا كابتن. يا فندم. هما يفضلوا واقفين كده؟ هما هيروحوا فين يا فندم؟ ما ينفعش يتفرجوا على الكلاس كده. شوفي سيادتك دول لا بيشوفوا ولا بيسمعوا أي حاجة ما تخصش أمن سيادتك. فممكن سيادتك تدي الكلاس. واعتبريهم مش موجودين سيادتك. يلا يا
وسع يا ابن انت. تعبان في توات تحامي فيهم؟ سيادتك انا ظابط مش في توات. حصل لنا الرعب العظيم. لا خوفتني. وهو في ايه يا جماعه؟ الموضوع على فكره مش مستاهل كل ده. مستاهل او مش مستاهل الموضوع ما يخصكش اصلا. لا يا فندم يخصني. وبعدين ده كان سوء تفاهم وخلص خلاص. خلص بالنسبه لك، انها بالنسبه لي لا. يا شاطر الالم هديهولك 10 سواء كان حضره الضابط موجود او مش موجود. طيب شوف سيادتك تقدر تعمل ايه واعمله. اتفضل يا سيادتك. هو ايه موضوع الارقام اللي بسمعه من الصبح ده؟ كود بنديه للاماكن اللي بنعدي عليها خاص بينا سيادتك. الو، بقى اليوم ولا اتاخر فيه شويه؟ اسمع فيه انك بقيت شخصيه مهمه. ايه مرغوب تامين؟ ايه مش هينفع اشرح لك على التليفون. ها انا مستنياكي، لازم تشوفي بعينك. لا اعدي عليك النهارده كده صح. يلا باي باي. تعالي بقى احكي لي خناقه هند مع هيثم. الشريف باشا بيسأل سعادتك إذا كنت طلبت يعني بالتليفون لرجلي. إيه؟ إذا كنت طلبت بالتليفون لرجلي. أنت بتقول إيه؟ أشرح لك. في واحد جه وراكب لمؤاخذة موتوسيكل وجايب معاه أكل لمؤاخذة وبيسأل لمؤاخذة على سعادتك. فالشريف باشا قال لي لو سمحت يا عاطف روح اجري اسأل أنسة نورهان إذا كانت طلبت بالتليفون لرجلي. ديليفري. مظبوط. بس أنا شاكك إنه عيل من بتوع توصيل الطلبات للمنازل. شاكك؟ طيب انا هجيب فلوس ونازله. اتفضلي. ومال بطاقتك متبهدله كده؟ ما تتبهدلش ليه يا باشا؟ اذا كنت انا نفسي متبهدل انت هتهرج يالا ولا ايه؟ اهرج ايه بس يا سعاده الباشا؟ انا بفضفض. خلاص يا فتحي بيه خلاص. بيهرج يا شيف باشا. ما اقصدش. قول لي بقى يا شبان احمد بدر. ده بقى الاكل؟ تاني يا باشا. والله العظيم ده الاكل ولا ان شاء الله اطفحه. وده اكل بقى ده ولا قنابل؟ هو مش سعادتك؟ انت هتهرج تاني ولا ايه؟ قنابل ايه بس يا سعاده الباشا؟ جرايب هوات. هو العنوان ده فين؟ في العراق؟ لا في مصر يا فلاح. والكلاب اللي بره دي كانت هتقطع الاكياس اللي معاك، يبقى اكيد بقى فيها قنابل. دي فراخ ودول كلاب، يبقى لازم الكلاب تهوهو على الفراخ. انا لا اعرف يا باشا، كنت جبت لكم خص. شريف باشا. الانسه نورهان يا فندم. ماشي. قلت لي بقى ده الاكل. تاني يا باشا. في ايه؟ هو انت سيادتك طلبتي دليفري؟ الفراخ سعادتك. طب مش كنت تبلغيني يا فندم؟ ما هو انا ما يجراش حاجه. خد يا شباب روح. روح؟ طب الحساب سعادتك وامشي على طول. لا امشي وخد الحاجه معاك. ما ينفعش يا باشا، بما ان الاوردر انضرب يبقى لازم الحساب يندفع. انا طالبه الاكل ده فعلا. طبعا اذنك. بص يا خدامك شباب. شبانه. بص يا شباب، لو خدت الاكل ده الكلاب، شايف الكلاب اللي هناك دي؟ هي اللي هتاكله. تعرف بقى تحاسب الكلاب؟ يا سبحان الله يا باشا. الاوردر ده اكيد مش في المكان ده خالص. انا خدت عنوان الفيلا دي غلط. استاذن يا باشا. جدع يا شباب. ده الغدا بتاعي. سلام يا مدام. انت ازاي تسمع؟ لو سمحت لو سمحت، الغدا بتاع سيادتك بيجهز جوه، انت مش محتاجه دليفري. اتفضلي. نعم اتفضلي. اخرش يا عاطف. انا طلبت عاطف بالاسم في العمليه دي لانه كان بيشتغل مساعد طباخ على مركب سياحي من بتوع النيل. شكرا يا عاطف. لاني لما قريت الفايل بتاعك لقيت ان معظم اكلك من بره البيت، من ضمن عمليه تامينك تامين اكلك. انا ما اضمنش الاكل اللي من بره ده يبقى فيه ايه. اتفضلي حضرتك الكوري. اتفضلي اتفضلي. بعد كده ممكن تدي عاطف فلوس وتطلبي مني اللي انت عايزاه. هو هنا عشان كده. هم ما تحاسبيهوش على غدا النهارده، انا اللي عازمه. يا حبيبتي. لا 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 تمر بحاجه ثانيه يا فندم. ميرسي نور. دي حكايه باين عليها بجد.
ده انا وقفوني ربع ساعه بره وفتشوا الشنطه وسينو وجيما. وايه اللي بيحصل بالظبط؟ اهو اللي هناك ده اسمه فتحي، ده نقيب، اللي جنبه بقى ده شريف، ثبت اسعد النهارده تثبيته، بس ده باين عليه لطيف قوي. يعني اللي جنبهم بقى المجموعه دول حراسه القصر، واللي جنبهم حراسه العربيه. او طبعا ده الكلب. يا خفه والله بقيتي مهمه يا نور، طباخ وسواق وحراسه. الله اكبر من عينيكي. بصي يا نور، طبعا انت مؤمنه وعارفه ان الحسد موجود ومذكور في القران. طبعا عشان كده مش عايزاكي تزعلي مني اما نشك عين. معلش اتاخرت عليك. هنا صباح الخير. صباح النور. انا سنور. افندم سيادتك كنت فين؟ في الشارع. في الشارع تعملي ايه يعني؟ بجري. من امتى الكلام ده؟ 7 الصبح. وازاي تخرجي من غير ما تقولي لنا؟ عادي 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 ازاي؟ وبعدين ما انا مزروع هنا من 6 الصبح، ما شفتكيش ليه؟ لا ما انا خرجت من الباب اللي ورا. الباب اللي ورا يا عاطف. تمام يا فندم. امر يا باشا، شوف لي الباب اللي ورا ده مين اللي واقف عليه. يلا. سيادتك ليه ما قلتليش على موضوع الجري ده من الاول؟ اولا انا ما بجريش كل يوم، ثانيا هو ايه اللي حصل يعني الكل ده؟ اللي حصل ان احنا كان لازم نعرف سيادتك. لا انا حاسه ان الموضوع هيبقى تحديد اقامه مش حراسه، انا مستحيل اتحرك بالطريقه اللي بتطلبها مني دي. يعني ايه يا نورهان؟ شريف متضايق عشان مصلحتك. مصلحتي انا عارفاها كويس، بس الكابتن مش واخد باله انه بيقيد حريتي، ودي حاجه مستحيل اسمح بيها. تمام سعادتك. انت واقف على الباب ده خدمه ولا جايبين لك نفسحك؟ خدمه سعادتك. ما الواقف بتتعطى حاجه ولا مسطول؟ خرجت ازاي وانت واقف؟ فهمني. لا ما هو ساعه ما انا خرجت هو ما كانش موجود. يعني كمان كنت سايب الخدمه؟ كنت في اي داهيه؟ كنت في الحمام ساعتها. ومن امتى بتروح الحمام وانت في الخدمه؟ معلش سامحه علشان خاطري يا كابتن. انا مش كابتن، مش كابتن، انا ضابط ودول عساكر، واحنا هنا عشان نامنك بجد مش بنهزر سيادتك. شريف من فضلك اتفضلي سيادتك جوه، واي اوامر او مشاوير او جري بيبلغينا بيها سيادتك. طب انا عاوز اروح الملجا دلوقتي. الملجا ميعاده بالليل سيادتك مش دلوقتي. اتغير الميعاد، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع سيادتك، اجهزي واحنا جاهزين. تعال لي يا فالح. انت والله ما جايب لكم حاجه المره دي يا باشا، انا كنت ماشي في حالي. تعمل ايه هنا؟ بدلوا الاوردر على الارض يا باشا. طب يلا يلا اخش. يلا حاضر. يلا امشي. حاضر. احنا على فين يا باشا؟ دار رعايه الايتام. احفظ بقى، حد وثلاث وخميس دار رعايه الايتام من 6 ل 9 زي السيما يعني يا عاطف. مظبوط سعادتك، زي سيما بالظبط. بس انا شاكك ان النهارده ميد نايت. انزل يا عاطف. معلش معلش يا باشا. بص قدامك يا عاطف. ماشي يا باشا. على فكره بابا من مؤسسين الدار هنا، وعشان كده انا في مجلس الاداره، وهي الدار دي وبس. ده اسس اكتر من 7 مشاريع خيريه الله يرحمه. بس انا ما اقدرش على شغلهم كلهم يا طنط. كفايه عليكي هنا، الاطفال هنا بيحبوا نور وخصوصا فرح. كابتن بتكلمك. تمام يا فندم. طبعا طبعا سيادتك. انا سنور، الاوتوبيس جاهز بره. طب يلا خدي فرح وسبقيك. بعد اذنك بقى يا طنط. مع السلامه حبيبتي. باي باي. احنا رايحين على فين يا فندم بعد اذن سيادتك؟ عاملين رحله للاولاد. وفين الرحله دي يا فندم؟ الملاهي. ملاهي؟ ملاهي ايه؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ أأمنك ازاي هناك؟ عادي عادي ازاي؟ دي ملاهي مولد يعني أمنيا ما ينفعش. اصبر بس. اصبر ايه؟ الرحلة دي لازم تتلغي. تتلغي ازاي؟ الأولاد بقالهم شهر مستنيين الرحلة دي. وما قلتليش ليه على الرحلة دي من الأول؟ بتورطيني؟ مش متفقين تقولي على كل حاجة من الأول سيادتك؟ خلاص بقى يلا. يلا ايه؟ مفيش يلا، الرحلة دي لازم تتلغي. Thank you.
فين احمد وعلي؟ بينشفوا هدومهم ساعتها. طب يلا استعجل. حاضر. بسرعه. هيا فتحي. لا مش عارف ارجع انت. طيب فتحي امن الناس اللي عندك وتوكل انت على الله، بس ما تطولش في الاداره يا فتحي. تمام ماشي يلا سلام. دولهم فين؟ كانت هنا بس مش عارفه راحت فين. جيبهم الملاهي يلا. عطف عينك على الباب، دولهم ما تخرجش منه، فاهم؟ اوامرك يا باشا. ليش ليه سيادتك؟ يعني ما بترديش على التليفون ليه سيادتك؟ ما سمعتوش، بعدين الناس كلها كانت بتصرخ. وركبت البتاعة دي من غير ما تقولي لي ليه؟ بقول لك ليه؟ احنا في الملاهي والبنت كانت عايزة تلعب اللعبة دي. ما ينفعش كده سيادتك، كان لازم تبلغيني وانا اقول لك اذا كان ينفع ولا ما ينفعش. على فكرة انت بتحرسني مش قابض عليا. مظبوط، بس احنا بنعمل كده عشان خاطر عمك، قدم خدمة كبيرة للبلد ودي مسؤوليتنا، واعتقد ان سيادتك لازم تشيلي معانا المسؤولية دي. والله هو انا كده بقى، وبعدين اتعب حضرتك شوية، لان اللي انا فاهماه ان حضرتك موجود هنا عشان انا استريح مش عشان حضرتك اللي تستريح. لا 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 تمسك يلا. ستة وتلاتين وصول. ايه اللي حصل؟ مفيش ده ايه؟ استنى يا عم انت. معقول شريف؟ في حد في الدنيا يعمل كده؟ امال كنت عايز نعمل ايه يعني؟ ولا تعمل اي حاجه؟ يعني كان هيبقى كويس لو جرى لها حاجه. الله، ما حصلش حاجه يا ابني. رحت لقيتها سليمه وزي الفل وبتلعب، يبقى خلاص بقى تلم الدور كده وتخليك شاب لطيف. لكن ازاي؟ لازم طبعا تشد عليها وتسمعها كلمتين، تلاقي كان في 3 4 واقفين شافوها وهي بتتهزق. 3 4 يا فتحي، ده الملاهي كلها كانت واقفه بتتفرج كمان. والله انت مفتري يا اخي، عايز تهزقها قدام الناس كلها ومش عايزها تزعل. والله حصل بقى ما حصل بقى، والله انت ما عندك دم. تروح فين؟ الحقها قبل ما تنام. اقعد بس اقعد، نبقى نصالحها بكره. يا عم تقيل انت الرحمه، مش كده؟ اقول لك خليك انت قاعد. مين؟ انا فتحي يا فندم. يا ترى حضرتك صاحي ولا نايمه؟ انا صاحي يا كابتن. كابتن انا بس كنت عايزك في كلمه واحده كده. انا نازله لك. بالنسبه لروهان، حضرتك بالنسبه لنا مجرد شغل وبس، وشريف اختاروا لي المهمه دي لانه ظابط كفء، ظابط زي ما الكتاب ما بيقول يعني، وهو الحقيقه اتصرف معاكي بشكل مثالي جدا، او بمعنى اصح انت بالنسبه له الهدف المرغوب تامينه. اوكي، بس ده حتى ما اعتذرش عن اللي عمله. هو شريف كل اللي كان بيسيطر عليه ساعتها انه يحافظ عليك ويامنك، الراجل كمان عايز يقوم بشغله، عشان كده ما تستنيش منه اي اعتذار، لانه عمره ما هيفكر يعتذر لك، والمفروض كمان انه ما يعتذرش. أنا آسف على فكرة عشان زعلت لك يعني في الملاهي.
انا اسف جدا يا نسان روهان، ولا اكنك سمعتي مني اي حاجه خالص. عارفه الواحد بالليل ساعات بيقول كلام غريب كده. وعلشان اكد لك اسفي، في مفاجاه علشانك. انا اخدت اذن من الاداره انك تكلمي عمي سيادتك. الو الو. ايوه ايوه يا عمي، ازيك؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ هو ايه اللي بيحصل؟ خير؟ خير ان شاء الله، بس مش هقدر اكلمك كتير دلوقتي. الناس اللي عندك دول امن عليكي مني في الوقت الحالي. اسمعي كلامهم. حاضر، بس انت طمني عليك. لا انا كويس، ما تقلقيش، وحابب اتصل بيكي بعدين. لا اله الا الله محمد رسول الله. على فكرة من بكرة كمان الصبح هيكون في نظام جديد خالص للحراسة، مش هيحس سيادتك بأي خناقة. مرسي. عليه سيادة، لو عايزة سيادتك تتصلي بحد تاني أو حاجة. لا مرسي جدا. سيادتك لو محتاجة أي، لو محتاجة حاجة في المرور حتى، أي حاجة سيادتك لو عايزة. مرسي مرسي، بس أنا فعلا كنت محتاجة أكلم عمي. ما أنا حسيت إن سيادتك نفسها تتكلمي. تعالى لموني يا عاطف بعد إذنك. يا عاطف، اتنين بس. شوف روح شوف ال اتنين. يا عاطف، واحد بس يا عاطف. هاي ماهر، صباح الخير. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله انا كويسه. المهم انت قولي لي، ما كلمتنيش امبارح تحكي لي. ما حصلش حاجه يعني. ما حصلش حاجه. يا سلام. طب عيني في عينك كده. طب باي بقى. انت مش هتغيري؟ لا بس هروح مشوار صغير كده وجاي على طول. طيب اوكي. احمد علي روبيك فوق. علي استنى بره. لو سمحتي حضرتك بالظبط. فندم. كنت اسال بس على الاجراءات علشان عين حراسه زي نور. نعم. طب هوضح لحضرتك بس، هو حضرتك يعني فاضي الفتره اللي جايه؟ عايزه حراسه زي نور. بص خش المسابقه 0800 وهم هيشوفوا. شريف باشا، اهلا وسهلا. اسعد بيه. اهلا وسهلا. منور الدنيا كلها. نور سيادتك. اهلا وسهلا. ما تفضل. ارجو ان ما اكونش ازعجتك. لا خالص، اتفضل. شكرا شكرا يا باشا، اهلا بيك. انا كنت مستنيك والله يا باشا. خير يا فندم؟ خير طبعا. لا ابدا، عشان سوء التفاهم والقصه اللي حصلت بيننا دي. انا كنت اتمنى يا فندم ان ما يحصلش ده في اول مقابله بيننا ومن بعض، بس انا عصبي شويه يعني، ساعات ما بعرفش اتحكم في اعصابي. حصل خير يا سعد بيه. هو انا هعتري عليكي؟ انت اللي ماشي واخده في وشك كده ولا كان في حد قدامك؟ جري يا بنت، هو انا مش قادر انام ولا مش عاجباكي؟ في ايه حضرتك؟ هقول لك انا بقى. على فكره يا شريف بيه، انا كل اصدقائي تقريبا معظمهم من عندكم، من الداخليه، لواءات ورتب كبيره. انا ما رضيتش اقول لهم على اللي حصل بينا، لاني بصراحه فكرت لقيت الموضوع ما يستاهلش كل اللي حصل. اي والله كده. لا 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 لا، انت رايح شريف بيه؟ انت رايح فين؟ انت سايبه نفسك بقى ولا حدك ولا مش لاقي حد ينام؟ في ايه حضرتك؟ في ايه؟ ايه يا اختي، في مشكله ولا ايه؟ ايه يا حرامي؟ البيت اتبردق لها عليا ومش لاقي حد يلمها. يعني ايه؟ احنا اللي مالي. Thank you.
طبعا انت هتقولي كل حاجه مش كده؟ ولو محضرك جاهز اعتبرني مضيت عليه ساعتك. اتفضلي سيادتك. اما صحيح راجل غبي، هو في حد بيأجر بلطجيه اليومين دول؟ ده موضوع بطل من زمان. هو اساسا الراجل ده متخلف، قبل كده اتخانق مع مدرب السباحه قال ايه عشان زعق لابنه، بس بصراحه لولا الناس اللي معاها كانت نور اتبهدلت. ايوه، ايه بقى موضوع الناس اللي معاها دول؟ دول حراسات خاصه. ايوه ما انا عرفت، بس ليه؟ لا بص، انا مش هينفع اقول لك اكتر من كده، اصل دول محلفين. وبعدين ده انت ممكن تفضح الدنيا وتنشر الموضوع في الجورنال اللي بتشتغل فيه، وبعدين ترجع تسالني عن قصه حياتي، وانا اللي يسالني عن قصه حياتي لازم يتجوزني. لا 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 لا، جواز ايه؟ احنا هنتفق اتفاق، انا هتكلم ولو صح انت ما تعترضيش. نور بنت البشوات محددين اقامتها. ماشي، مترشحه لمنصب مهم؟ ايه، وزيره يعني؟ مش في مصر. امال في ايه؟ منصب ايه يعني؟ حاجه كده في الامم المتحده، اليونسكو. بس صغيره على كلام، بس برضه بره ما بيهتموش غير بالكفاءه. انا متشكر جدا يا شاهد، ما تخافيش ولا اكنك قلتي حاجه خالص. الجبان هرب بعد ما اخد مني كل اللي عايزه. راجل اهبل قاعد يجر معايا نايم عشان ما اشكش فيه، بس انا قريته والعيال كمان ما استحملوش، بقوا في 8 ثواني. برضه عيال فاهمه يا شريف، قال لك امن الدوله وفيها امر اعتقال وشغلانه، ما حبوش يلفوا ويدوروا. شريف باشا. نعم. نورهان هانم عاوزه سعادتك جوه. عايزاني ليه؟ للاسف ما قالتليش. اه عاطف، امر سعادتك. للاسف يا عاطف، انت بتدور مكتب بكره الصبح. عمرك صراحه. الله، ما تقوم يا جدع انت، مالك في ايه؟ سيادتك احنا جاهزين بره. لا انا اقصد يعني من غير القوة والناس اللي معانا دول. اه سيادتك ممكن انت كفاية؟ ممكن لو سيادتك مصرة. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتنين بس يا فندم؟ اتنين بس. هو المطبخ منين؟ نعم يا فندم. المطبخ هناك يا فندم. ليه مخرج على بره؟ ايوه يا فندم. طب احنا ممكن نقعد على الترابيزه اللي قدام. طب اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل يا الترابيزه دي. هو كده احسن، انا كده كاشف المطعم كله، الواي وات وراكي والطريق داخله، يعني امنين كده بطل وطن. اوكي. هو انتوا مسموح لكم تخرجوا مع الهدف المرغوب تامينه؟ المفروض نكون معاه في كل حته سيادتك. وكلهم يبقوا مشابهين زي حالاتي كده؟ يعني كم واحده يعني؟ كم واحده؟ ست؟ لا طبعا، اقصد يعني كم حاله؟ يعني تقريبا مش فاكر. وكنت بتخرج معاهم طبعا؟ اه طبعا، زي ما خرجت معاكي كده بالظبط سيادتك. والله؟ طب كويس الحمد لله. اصل شغلتنا دي سيادتك ساعات الواحد بيضطر يعمل حاجات كتيره جدا مش على مزاجه. هو انت جاي معايا غصب عنك؟ لا سيادتك، انا بتكلم عن الحالات التانيه. اشوف سيادتك هتطلبي عندهم هنا يا متر. عموما لما يبقى الواحد ابوه ظابط زي والدي الله يرحمه،
بيبقى سهل ان يجيله تعيين في حته مريحه، بس انا حبيت الحراسات لانها فعلا شغله مهمه جدا. يا هو انت بتحب شغلك للدرجه دي؟ اه طبعا. ليه؟ اصلك ما اتكلمتش عن اي حاجه تانية غير الشغل. تقريبا كده سيادتك. اه يعني تقريبا كل وقتك في الشغل، يعني لو بتحب ولا مرتبط ولا خاطب هتهتم بيها ازاي؟ هو انت مرتبط؟ هو بالنسبه لموضوع الارتباط سيادتك، انا اصلا ثواني يا حبيبتي، يا حبيبتي الحمد لله لا هتأخر. لا 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 ما فتحيت ايه فتحي ايه، بس انا عندي سهر النهارده. اه المره الجايه بقى. طيب ماشي، محمد رسول الله، مع السلامه. مين دي؟ دي والدتي. والدتك بجد؟ اه والله العظيم. عامله لك ملوخيه؟ اه بس هترميها. تعملها حلو؟ شوفي سيادتك احسن ملوخيه ممكن تاكليها في حياتك. خساره احنا كلنا كتير قوي، مش هينفع ملوخيه او كده، هيبقى صعب. ماما زمان كانت بتقول لي مثل شعبي اللي هو وجع البطن ولا كتب الطبيخ سيادتك. هو ده المثل، بس ينفع من غير سيادتك؟ ينفع من غير سيادتك. يلا بينا. بنتي كلي يا حبيبتي كلي، بقى انت قاعده في القصر ده كله لوحدك. بابا كان اكبر اخواته، وعمي بقى له 10 سنين في لندن، اما عمتي فتعيش انت، وماما كان اصلها لبنانيه وملهاش اخوات. يعني انت عايشه هنا لوحدك من غير قرايب؟ يعني ماما ايه؟ على رايك يا ابني بلاش نعكنن عليها، نغير الموضوع احسن. الله ينور عليك. شريف بقاله اسبوع ملوش سيره غيرك، راحت فين؟ جت منين؟ بتحب ايه؟ ذوقها ايه؟ ما شاء الله حفظك خالص. ماما عكتني عليها احسن. هي دي العيله؟ اه ما هو زمان كانوا بيحبوا يتصوروا كلهم مع بعض. اتفضلي. تقريبا كان عايزين يحسوا ان هم عزوه. انا برضو عندي صوره العيله، بس الواضح ان هم بيعملوها علشان يعرفوا كم واحد انقرض. ما فكرتيش تقدري القصر وتاخدي بداله شقه صغيره كده تعيش فيها على قدك؟ القصر ده بالنسبه لي كل حاجه، لو سبته هبقى خلاص هحس ان انا من غير حد، من غير تاريخ، من غير ذكريات. اه الذكريات طبعا مهمه. كنت قريت في الملف انك كنت مخطوب، مش كده؟ لا دي كانت حكايه من فتره. هو كان فاكر اني عشان قاعده في قصر وتبقى الحكايه متريشه، بس لما عرف ان انا ما حلتيش غير رايه. رز بلبن بقى قبل ام علي. يا خبر ابيض يا طنطا، كده الرجيم هيبوظ. انت بتصدقي الكلام ده؟ دي اشاعات، دي حاجه تسند القلب وتقويه، ولا انت يا عيني زي شريف غاوي اكل الشارع؟ يعني انت ما بتعرفيش تطبخي ولا ايه؟ لا طبعا يا طنطا بعرف اطبخ. شريف ما هي كويسه اهي وبتعرف تطبخ. يلا خلص بقى يا حبيبي. يا ماما الكلام ده مش وقته، ماما مش وقته. احسن برضه خليها بعد ام علي. بعدين يا ماما، بعدين بعدين يا حبيبتي. تيجي في البلكونه؟ اتفضلي. ايه ده كله؟ هو انت ماضل؟ احنا بنتمرن على كل حاجه تقريبا. اه بس ليه القلق ده كله؟ الغلطه عندنا بجون على طول، يبقى لازم نبقى جاهزين على طول. صحيح، انت ضربت العيال بتوع النادي ازاي؟ كنت عايز اتضرب ولا ايه؟ لا 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 بس يعني اصلهم كانوا جامدين قوي. عادي. هي دي خطيبتك؟ لا 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 انا مش خاطب ولا مرتبط على فكره، دي كانت جارتنا ودلوقتي متجوزه ومخلفه. شكرا يعني. اه طب أنا عايزة أعترف لك بحاجة، ممكن؟ طبعا، أوي أوي، اتفضلي. فاكر العسكري اللي أنت هزقته المرة اللي فاتت؟ العسكري اللي أنا هزقته المرة اللي فاتت؟ اللي كان رايح الحمام ده، ماله؟ راح فين؟
اجهزت يومين، مراته بتولد فقلت روح اقعد معاه. الحمد لله، اصلي افتكرتك رفضته. رفضته؟ اصل انا يوم بصراحه يعني يوم ما خرجت اجري وانت هزقته، انا فضلت مستنيه لحد ما دخل الحمام وبعدين خرجت من وراه. بس بصراحه انا اتضايقت قوي لما انت زعقت له. كنت فاكراني رفضته؟ ده على اساس ان انا شيخ الغفر يا ده موظف في الداخليه. ايه ده، هو انت مش جامد في الداخليه؟ جامد طبعا، بس مش الوزير يعني. بقول لك ايه؟ ايوه. هو انا ممكن اتعلم حكايه الضرب دي؟ ممكن طبعا. اصلي كنت بفكر بعد ما الحكايه تخلص هو كده انتوا هتمشوا صح؟ اه. يعني هرجع اعيش لوحدي تاني؟ لا، مش هينفع تعيش لوحدك. شوفي شركه حراسه او بواب يقعد لك الباب. اه ان شاء الله. اظن ام علي وجبت بقى. لا كده مش هينفع يا طنط. طب خلاص، يبقى شويه ساندوتشات مع شاي بلبن في السريع. معلش اصلها بتحب تغذيني يعني. يا ايوه كده يا اجمل كده ما الحياه ويبان بقى شو اللي كنت مخبيه. ايوه كده يا اجمل كده ما الحياه ويبان بقى شو اللي كنت مخبيه. عينك في عيني ايدك في ايدي بينك وبيني هو ده اللي انا كنت ساكنه وبتمنى. الخبر ده مصدره مين يا فندم؟ تلاقي صحفي عبيط هو اللي مفبرك الخبر. المهم دلوقتي ان الموضوع بقى موضوع اعلامي، وجايز جدا مع الوقت يتعرف ان المساله ما فيهاش هيئه دوليه ولا غيره. المهم ان سيادتك تكون عارف ان الخبر ده ما طلعش من عندنا يا فندم. انا متاكد. لكن بسبب الخبر ده لازم نزود حراسه على القصر. اوامر سيادتك يا فندم. لازم ناكد الخبر ده من غير ما نذكر ايه هي الهيئه الدوليه. السيد واحد حراسات فتحي يا فندم، موقع سكرتري. ابدا يا فتحي. في صحافه هنا عايزين يقابلوا الانسه نورهان. ايه الاوامر سعادتك؟ مفيش احاديث تتعمل معاهم دلوقتي، خليهم ياخدوا معاك بعد الظهر. شفت؟ مبدئيا صحافه. بص يا شريف، بالتنسيق مع نورهان هنأكد موضوع المنصب ده. مفهوم؟ مفهوم يا فندم، بس في حاجه سيادتك. حاجة ايه؟ بيتهيألي يا فندم الأنسة نورهان مش هترضى تعمل ده. ده بمعنى ايه بالظبط؟ الأخبار الغلط والكذب على الصحافة. كذب ايه؟ دي خطة علشان نقدر نحميها كويس. تمام سيادتك.
بس انا اعتقد ان ده هيكون موقفها يا فندم. ساعتها ايه تصرف سيادتك؟ ساعتها احنا هنأكد الموضوع ده بطريقتنا. ما ينفعش اقول للناس حاجه مش حاصله، ده يبقى كذب. ايوه بس ده ضروري لامنك الشخصي. مهما كان حط نفسك مكان الناس، هيكون شعورك ايه لو عرفت الحقيقه بعد كده واتاكدت انه اتضحك عليك؟ انت مكبره الموضوع كده ليه؟ الناس مش هتعرف تفاصيل الموضوع حتى بعد ما ينتهي كل شيء. صباح الفل يا عطوف. ايه الصحافه والاعلام والتلفزيون دول؟ شبانه يا ابني انت مش فاهم اي حاجه. دول صحافه وتلفزيون واعلام. سبحان الله يا اخي، الفيلا دي طول عمرها هس هس، فجاه كده صحافه واعلام وتلفزيون. شبانه ما تدخلش نفسك في المواضيع دي. سلام يا عاطف، مفيش حاجه بتفضل على حالها ابدا. انا اسف خلاص. قريت النسخه دي من الشياطين ال13؟ الشياطين ال13 والله ضغط عليها مش لاقيها. نور، احنا بنعمل كل ده عشان خاطر نأمنك، ولو الموضوع اتعرف على حياته للناس الامور هتخرج بين ايدينا وهيبقى بجد في مشاكل. اطلب مني اي حاجه تانيه اعملها لك، بس ما تطلبش مني اكتر. طيب على الاقل ما تنفيش اي حاجه كتبت وسيبينا احنا نتصرف. تمام. انسه شهد، من فضلك حاولي تنسي اي حاجه قالتها لك نور عن الموضوع. امال الموضوع ايه؟ الموضوع زي ما اتنشر النهارده في جورنال. المهم انت قلتي لاي حد على الكلام اللي قالته لك نور في الاول؟ انا ما قلتش غير انها بقت شخصيه مهمه وعندها حراس، لكن الموضوع عمها ده لا. كويس، استمري على كده. هو ايه اللي استمري على كده؟ هو الجدع ده ماله قلب كده ليه؟ مكان لطيف وحلو. فتحي ماشي الصحافه، خليهم يروحوا المكتب الاعلامي. ايه مش نافع ولا ايه؟ اوكي. معلش يا جماعه، يا ريت تتفضلوا دلوقتي. اي معلومات عايزينها هتلاقوها في الوزاره في المكتب الاعلامي هناك. اتفضل بس لقاء بسيط يعني كلام. ثلاث دقايق. باشا باشا احنا جايين بيتك. يلا يا ابني من هنا. يلا يلا، ايه اللي موقفه هنا ده؟ يعني 3 4 شهور بالكتير 5 اكون مخلص الموضوع. انت ساكت ليه؟ بقول لك بحبها وكلمت امي وهدخل دلوقتي احدد ميعاد الخطوبه. غلط يا شريف. ايه هو بقى الغلط؟ ممنوع يا حضره الظابط، ممنوع يكون في اي مشاعر بينك وبين العميل بتاعك، ممنوع اصلا يكون في اي علاقه من اي نوع. ما هي دي علاقه، ده جواز. شريف انت كده مش هتعرف تقوم بواجبك، مش هتعرف تشتغل. ما تقلقش انا بعرف افصل كويس. غلط، مفيش حاجه اسمها كده. يعني انا غلطان؟ ده انا قلت لك مش حكايه غلطان ولا حاجه يا شريف. انا مش بحاسبك، اديني هو قاعد بفكر بشوف حل للحكايه بتاعتك دي. فكر انت بقى على مهلك على ما اخش انا. ايه اخش ايه؟ اتقدم واجي لك. اتقدم؟ شريف شريف استنى. شريف شريف في ايه يا شريف؟ مساء الخير، كنت عايز اسالك في موضوع. موضوع ايه؟ احنا مش كنا بطلنا سيادتك دي؟ ده بس عشان الشغل يعني وكده. لا في مشكله. في ايه يا شريف؟ في ايه؟ في حر، في حر سخونه كده. ممكن نتكلم برا؟ اشمعنى؟ مش عارف مصهد ليه كده، صهد جامد قوي. ما نطلع نتكلم في الهوا برا في نسمه كده. مصهد؟ انا علقت باين ولا ايه بقى؟ نطلع برا ما دام مصهد يعني. ها بقى في ايه؟ موضوع خاص الحقيقه يعني، عشان كده كنت عايز اتكلم معاكي فيه. كويس، ففي سيادتك يبقى بقيت كويس. ممكن ندخل جوه؟ على فكره ما حدش هيسمعك لو اتكلمت بصوت واطي طبعا. نور مش ناقصه تهريج، الموضوع فيه جد. في ايه؟ هو انا اتكلمت مع طب ممكن نخش جوه؟ في ايه شريف خضتني؟ Thank you.
كاس الفريق الاخضر، كاس الفريق الاخضر، عطني كاس العربيه. امن المداخل يا فتحي، امن المداخل يا فتحي. احنا جالنا امر بالتعامل. امنوها وجهزوا على اشاره التحرك، علي على الباب. أمني يا فتحي، أمني يا فتحي. اللاجئ السياسي اللي كان ساكن في الفيلا اللي جنبك. انا مش فاهمة حاجة. اتفضلي معايا وانا فاهمك كل حاجة. في خلية ارهابية كانت بتستهدف اللاجئ ده، وكان مطلوب منا نأمن الفيلا من جميع الاتجاهات. طبعا التأمين ده كان لازم يتم بشكل سري، فعلشان ما نلفتش الانظار تم وضع مراكز حراسة مموهة حوالين الفيلا من كل ناحية، زي الكشك ده مثلا، الفكهاني، كل دول كان فيهم أفراد مسلحين. نقطة الضعف الوحيدة اللي كانت موجودة هي السور اللي بين الفيلا والقصر بتاعك، ومن هنا كان قرار وضع قوة دايمة داخل القصر تكون مهمتها المعلنة حمايتك، لكن مهمتها الفعلية تأمين السور. يعني القوة دي ما كانتش بتحميني أنا؟ أنت ما فيش عليكي خوف من أي حاجة. طب عمي؟ لا، دي كانت كلها قصة مختلقة علشان نبرر بيها وجود قوة داخل القصر. الحقيقة الراجل كان متفاهم ومتعاون معانا قوي، ولما طلبنا منه يكلمك الراجل ما تأخرش أبدا. يعني كل ده كان كذب؟ ده مش كذب، دي اسمها دواعي أبنائية. بالمناسبة ده جواب شكر من الإدارة على حسن تعاونك معانا. أي أوامر تانية سيادتك؟ أفندم؟ أنا أسفة، ترى أمشي. تفضلي. نور، نور على
فكره ما كنتش عارف اي حاجه عن الكلام اللي قالولك ذات اللواء. انا فعلا كنت بحبك انت. هو في ظابط مش هيبقى عارف تفاصيل مهمته؟ نور فهميني، انا كان زي زيك بالظبط، مش كل حاجه هنا احنا بنعرفها. في حاجه اسمها ترتيبات امنيه احنا براها خالص. يعني كانوا بيلعبوا بيك؟ بيلعب مش كده بالظبط، ده شغل. يعني كنتوا كلكم بتلعبوا بيا؟ نور ما تسخفيش الموضوع. الموضوع سخيف من الاول يا حضره الظابط، ويا ريت تحاول تفتكر اني مش انا اللي كتبت عليك. نور والله العظيم ما كنت اعرف. الموضوع خلص خلاص، وجواب الشكر ده بيتهيألي انك احق بيه مني. نور احنا كان في بينا، انت متاكد ان اللي بينا كان بجد ولا ضمن الخطه برضه؟ يعني ايه طلب النقل ده يا فندم؟ كده افضل بالنسبه لي يا فندم. اللي انت فيه ده مش كويس يا شريف. احنا كان عندنا عمليه واتنفذت زي ما ترتب لها، لكن المفروض يكون دافع عليك في شغلك مش يخليك تطلب نقلك. سيادتك انا ما عنديش استعداد اني اكمل في الحراسات يا فندم. شريف انا ملاحظ انك بتتكلم في الموضوع ده من بره بدلتك العسكريه، وده مش كويس بالنسبه لضابط شرطه. اللي انا شايفه دلوقتي انك ترجع تقعد في مكتبك وتراجع الموضوع ده في دماغك بمنتهى الهدوء، وانا واثق انك هتنهيه كما ينبغي. تمام سيادتك يا فندم.
بعد اذنك عندي ميعاد. انا بقالي اسبوع بحاول اقابلك. وانا بقالي تقريبا اسبوع ما خرجتش. ليه؟ حصل ايه عشان كل ده؟ كنت بفكر في حاجات كتير. اظن من حقي. انا كمان كنت بفكر في حاجات كتير. زي ايه؟ زي فكره الحراسه وانك بقيت فجاه شخص مهم، ولا فكره انك تكتشف انك مجرد لعبه؟ نور، انا كل اللي كنت اعرف اني كنت هنا عشان تامينك وحمايتك وبس. صدقيني. طب ليه ما تفكريش فيها بالعكس؟ ربنا عمل كل ده عشان نتقابل. وانا ما اعتقدش ان ربنا بيرضى بالكذب. رايحه فين؟ مش قلتي عندك ميعاد؟ كنت بكذب عليك نور. انا بحبك. ليه يعني؟ مش قادر تقتنع اني ما كنتش بكذب عليها. وايه المشكله لما تكذب عليها؟ ده شغلك يا اخي. اللي حصل بقى. طب تحب اكلمها لك؟ ما تتعبش نفسك، هي مش هتصدق حد. انا الوحيد بقى اللي هتصدقني. اشمعنى بقى؟ لان انا الوحيد اللي عارف ومتاكد انك ما تعرفش اي حاجه عن اللاجئ السياسي ده. ايه اللي مخليك متاكد يعني؟ انت كنت عارف موضوع اللاجئ السياسي ده من الاول؟ فتحي، ما قلتليش ليه؟ جريه يا شريف، ايه الاوامر كده يا اخي؟ شريف انا اسف، بس انت عارف ده شغل. وافرض كنت عرفت يا شريف، كنت هتعمل ايه؟ كنت هتقول لها؟ كده بقى الخبر باين عليه اكيد. خبر ايه؟ سمعت انك طالب ترجع عندنا. هنفذ النقل الاسبوع الجاي. علشان كده بقى افتكرتنا وجاي تشد نقل. ماشي يا عم، استنى انت بس لما القرار يتمضي وهنعمل معاك احلى واجب. ماشي. والشغل اخباره ايه؟ ماشي الحال. والقضيه بتاعت اللاجئ السياسي اتقفلت خالص؟ لا اتقفلت ايه؟ ده طلع واد منهم هربان، العيال لسه معترفه من شويه. رحنا عنوانه بس طلع ضارب بطاقه، وطبعا عنوان غلط، بس بعتنا نشره باوصافه خلاص، وبكره بالكتير قوي هيشرف هنا. خالد بدوي. حاضر يا فندم. شريف انت مش غريب، خمس دقايق ورجع لك. طب انا بقاله اعتمد بكيس ساعتك. تعرف عنوانه؟ عنوانه في البطاقه اللي على بلدهم، وبعدين معرفش حاجه عنه بالظبط. شكرا. العفو. يا باشا يا باشا، انت عايش هنا؟ انت عربيته؟ قاعد فوق قريب من هنا، خلص بس الاوردرات دي معاك. سيبك من الاوردرات، يلا يلا.
أنا كل اللي متأكدة منه إنه ما كدبش عليكي. حتى لو ما كدبش عليا، مش كفاية إنه اشترك في أكبر كدبة حصلت في حياتي؟ كدبة إيه؟ أنت برضو مش عايزة تفهمي، وبعدين تعالي هنا، ما أنت بتكدبي علينا طول الوقت وبتقولي إنك مش بتحبيه. نور من فضلك، فكري شوية. حاضر، هفكر. وعد. باي باي. 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 ردي بقى.
شريف باشا، بوظت عليا المفاجأة، لكن كده أحسن. تحب نبتدي بمين؟ بيها ولا بيك؟ خرجها هي بره الموضوع. وارمي سلاحك وسلم نفسك، ما تورطش نفسك أكتر من كده، أنت مضحوك عليك يا حسام. كويس إنك رفعت الألقاب يا شريف. على العموم ما تقلقش عليا، أنا عارف أنا عايز إيه. طب أنت عايز إيه؟ عايز حق زمايلي اللي أنت قتلتهم. ماشي، وأنا موافق. بس على الله ما تطلعش خايب زيهم، ها؟ كده أنت غلطت. قلت لك ما تطلعش خايب زي زمايلك. سلم نفسك أحسن. الموضوع انتهى خلاص. انت كويسة؟ شفت ما طلعتش خايب زي زمايلي ازاي؟ الموضوع بيني وبينك، هي ملهاش دعوة. ما انت اللي ورطتها، مش هو اللي ورطك يا حلوة؟ ما تقولها. شوف انت مضحوك عليك يا حسام. تتجوزيني؟